صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. بينما على القناة الأولى بنحكي عن الجوينت ايس، جوينت ايس اللي هو كوندرويتين وجلوكوز أمين، وبنحكي كمان عن الجوينت ايس كولاجين اللي هو كمان نفس الشيء إضافي للكوندرويتين وجلوكوز أمين. طبعا في مكونات ثانية ولكن التركيب الأساسي هون كوندرويتين سولفات جلوكوز أمين، أوكي. والثاني هو بالجوينت إيس اللي في إضافة له كولاجين إضافة إلى الجلوكوز أمين. راح آخذ أنا طبعا من كل واحد حبة. بحب دايما أحكي عن المواضيع بشكل ثاني. شو يعني؟ يعني دايما في بالحياة في بدائل للاشياء اللي بناخدها، وفي اشياء ممكن ناخدها لما بتكون مثلا حالتنا تحتاج ذلك. فاذا لما بدك تاخد مثلا للمفاصل، حكينا نحن بالقناة الاولى، يعني انا حكيت اوكي بالقناة الاولى حكيت عن جوينت ايس. والجوينت ايس كولاجين، اوكي. بالقناة الثانية لما بدي احكي بحكي عن الجولي، اوكي. بحكي عن جولي، وكنت حاكي بفيديو سابق عن الفريز، الراسبيري، بلاك بيري، بلو بيري، هدون الزمرة ضفناهم للجولي. الجولي او الجيلي، في ناس كل واحد وكيف بتحب تسمي. فوائد الجيلي الصحية غير متوقعة. بسبب فوائد الجيلي الصحية اذا غير متوقعة بسبب تركيبته الفريدة من الاحماض الامينية امينو اسيس، فهو يلعب دورا في صحة المفاصل، اوكي. وهون نحن بنحكي عن الموضوع لانه كثير من الاصدقاء سألوني عن انواع الكولاجين او ما شابه ذلك. انا بالنسبة لي حسب العمر، الناس اللي محتاجة شوي مشان الكولاجين ياخذوا الكولاجين الجوينت ايس، واللي شوي على المفاصل ياخذوا الكوندرويتين سلفات وجلوكوز امين. هلا انا بمزج بيناتهم وباخذ من النوعين، اوكي. طبعا لما بدنا نحكي عن الاشياء الطبيعيه بنحكي عن الجولي، طبعا غني بالامينو اسيدز، لهيك ضروري لصحه العظام والمفاصل وظائف الدماغ، وقد يحسن مظهر الجلد والشعر. اما فوائد الأخرى فهو غني بالفيتامينز، المينرالز مثل الصوديوم، الكالسيوم، والفوسفور، وحمض الفوليك. طبعا صحة العظام والمفاصل. هلا عادة لما بنحكي عن العظام، العظام عادة بالمجمل وكل جسمنا، كل الجسم مركب من الكولاجين. معظم وفي تقريبا 13 تايب من الكولاجين حتى الآن مكتشف، كل واحد بيتركز بمكان أكثر من الآخر. الشعر، الجسم، العظام، المفاصل وما شابه ذلك. تختلف عن بعضها الكولاجين بنسبة بتركيبها. العظام عادة قلنا هذا الكولاجين بتوضع عليه، عم نبسط الموضوع، هو أكبر من هيك، ممكن نحكي بشكل تاني أكثر بالقناة الأولى. ولكن مع هاي بده يكون في كالسيوم. لما بينقص البروتين يسمى، بصير ما يسمى الهشاشة. في شيء اسمه الهشاشة العظمية اللي هي نقص في بروتينات العظم. لما بتنقص بروتينات العظم شو رح يصير؟ ما رح يكون في كلس، فممكن يصير في ليونة. الليونة اللي هي ممكن نقص الكالسيوم، فبتصير بليونة بالعظام. هلا فوائد الجيلي، بيفيد بعلاج مشاكل المفاصل، هشاشة العظام، حيث تعد هشاشة العظام هي الشكل الأكثر شيوعا من المشاكل اللي ممكن تشابه الإنسان، خصوصا مع تقدم العمر، خصوصا بالنساء بعد انقضاء البيريود، الدورة التنسية.
طبعا ممكن يصير كسر بالمفاصل، كسور اعراضية بنسميها بدون وجود سبب قوي، تمام، او انكسر بظروف البطانة بين المفاصل مما يؤدي الى الالم والتصلب، التكلس بترسب الكلس على هذه المناطق. هلا بالنسبة لتحسين مظهر الجلد والشعر، اظهرت دراسات، طبعا انا بهذا الموضوع تابعوا الفيديو اللي بعده رح احكي عن هاد، ورح احكي عن اهم وصفة من وصفات الخميرة، الوصف الأبرز بالنسبة لوصفات الخميرة البيرة. بالنسبة لتحسين مظهر الجلد والشعر، أظهرت دراسات التي أجريت على مكملات الجيلاتين نتائج إيجابية لتحسين مظهر الجلد والشعر، حيث تظهر الأبحاث أن تناول الجلي يمكن أن يحسن أيضا من سماكة ونمو الشعر، وتظهر الأبحاث أن من أبرز فوائد الجولي هي زيادة رطوبة البشرة، كثافة الكولاجين، والتي قد تزيد من سماكة الشعر. إضافة إلى ذلك، يلعب الجولي يلعب الجولي دورا في تحسين وظيفة الدماغ والصحة العقلية. تعد من أبرز فوائد الجلي غناء بالأحماض الأمينية الأمينو أسيدز التي تحسن الذاكرة والانتباه، وقد وجد أيضا أن الجلي يقلل من أعراض بعض الحالات الصحية العقلية مثل الفصام والوسواس القهري. احتواء الجلي على مادة الجيلاتين ونسبة منخفضة من السعرات الحرارية قد يساعدك على فقدان الوزن، كما أن الجيلاتين يقلل من الجوع بنسبة 44%، وقد ثبت أنه يساعد على تقليل الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء. يساعدك على النوم، أظهرت العديد من الدراسات أن احتواء الجولي على حامض الجلايسين يساعد على تحسين النوم، يساعد مرضى السكري من النوع 2 تايب 2. قد تكون قدرة الجيلاتين على المساعدة في إنقاص الوزن مفيدة لأولئك المصابين بداء السكري من النوع 2، حيث تعد السمنة أحد عوامل الخطر الرئيسية. علاوة على ذلك، وجدت الأبحاث أن تناول جولي قد يساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 على التحكم في نسبة السكر في الدم، يحسن صحة الأمعاء. قد يلعب الجولي أيضا دورا في صحة الأمعاء وحماية جدار الأمعاء من التلف، على الرغم من أن كيفية القيام بذلك غير مفهومة تماما، يبطئ نمو السرطان. تشير الدراسات على المبكر على الحيوانات والخلايا البشرية إلى أن احتواء الجلي على مادة الجيلاتين قد يؤدي إلى بطء نمو بعض أنواع السرطان. إذا بالمجمل، حياتنا مش دايما تابلتس، وأحيانا في بعض الحالات مش رح يتسنى لك تاكل جلي، فممكن تحمل في هذه العلبة معك بالسفر، وأحيانا تستخدم هذا لما بتشوف حالك فاضي وعندك وقت وما شابه ذلك. إذا المزيج من هذه الأشياء هي اللي بتغير حتى مفهومنا، هذا صح أو هذا صح، اثنين صح اثنين صح. ولكن عادة إذا أنت في طور الوقاية، إلجأ للأشياء الطبيعية، إلجأ للأشياء وكول، لأنه راح تتمتع. عادة الحبة ممكن يكون لها مذاق أو ريحة ومش مقبولة، ولكن بالمقابل لما بيكون عندك مرض، أنت لازم عندك بتكون حالة طارئة، مش رح تجي تستخدم بس جولة. أوكي، هذا ضيفه ضمن لايف ستايل، نظام حياتك. هاد كان الفيديو عن الأشياء اللي بتصنع أو بتزيد كمية الكولاجين بالجسم، وحكينا عن الجيلاتين. رح نحكي بفيديو تاني، تابعوني بعد شوي، رح أحكي عن هدوم، وراح احكي عن افضل وصفة بالنسبة لخميرة البيرة لزيادة وتسمير الوجه. هذا كان الفيديو، ان عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس. كان معكم دكتور باسم.